أعلن الحوار الوطني الاستمرار في استقبال كل المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم غد الخميس 10 أكتوبر. وأكد الحوار الوطني أن قضية الدعم تعد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مضيفا أن ذلك يستدعي معالجة دقيقة تستند إلى خبرات متعددة ووجهات نظر مختلفة لضمان الخروج بتوصيات هدفها مصلحة المواطن.